بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى. صلاة وسلاما على من قال له الإله يستفتونك. صلاة وسلاما على من قال له الإله ويسألونك. صلاة وسلاما على من قال له الإله سبح. صلاة وسلاما على من قال له الإله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صلاة وسلاما على من قال له الإله ألم نشرح لك صدرك. صلاة وسلاما على من قال له الإله ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما على من قال له الإله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلاة وسلاما على من قال له الإله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صلاة وسلاما على من قال له الإله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آيات بينات يتلوها علينا قارئ العالم الأول والقارئ الأول في مصر والعالم والمقيم بالقاهرة والقارئ المتقن أحكاما وإحكاما وخلقا وقرآنا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن (تصفيق)
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن
يسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل
نعم يا مولاك. حاضر. وما آمن معه إلا قليل وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال
يا بني ونادى وقضي الأمر
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم ما كنت تتوقع.
فاصبر 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 إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.